أعلن أحد مشايخ سيناء الشيخ عرفات خضر دعم مشايخ وعواقل سيناء للرئيس السيسي وتفويضه لاتخاذ كل القرارات اللازمة لمصلحة الوطن، كما أكد الشيخ عرفات في كلمة خلال لقاء رئيس الوزراء. وقبائل ومشايخ سيناء أكد تأييد أبناء سيناء للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. ومن وسط هذا الجمع المبارك على أرض سيناء، باسم مشايخ وعواقل سيناء كلنا نعلنها مدوية عالية خلف وراء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا وراءه دعما بحراسة الأرض وعمارة الأرض والثبات على الأرض. المواطن في عشة دبابة تنفجر أمام كل من تسول له نفسه أن يمد يده إليها، فنحن معه دعما ومعه تأييدا له غدا في الأيام القريبة في صناديق الاقتراع إن شاء الله.